ايوه علم علوم. الامتحان كان عامل ايه؟ الحمد لله كويس؟ كويس. كان طويل زي ما بيقولوا ولا ايه؟ كان طويل شويه بس الاسئله كانت صعبه شويه بس حلت يعني الحمد لله. بالنسبه للتعامل جوه اللجنه يعني في تعقيدات في توتر الدنيا عامله ايه جوه؟ توتر شويه جوه بس الحمد لله حلينا يعني. انت حليت تمام. انت يعني شايف انه ان الطالب المتوسط يحل بنسبه قد ايه؟ 80%. 80%؟ انت ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك يا رب. يا رب. شكرا جدا. صعوبة نسبة قد ايه؟ نسبة الصعوبة قد ايه بالامتحان؟ كله شايل 40% تقريبا، انا فوق 50% كمان. 50% صعب؟ اه ممكن. يعني كطالب متوسط، كطالب متوسط يقدر يحل نص الامتحان؟ اه ممكن. والطالب المتفوق؟ الطالب المتفوق يقدر يحل برضه بس بياخد اسئله كتير ويمكن ما يعرفش يحلها. يعني الامتحان كان طويل عليك؟ كان طويل؟ هي الفكرة ان الامتحان كان طويل قوي، وكمان بيوسع الورقة متأخر. في تلت ساعة ولا حاجة ولا ربع ساعة فاهم؟ اه بيلم الورقة بدري كمان 12 إلا 5 ولا حاجة، في أكتر من نص صعب تضيع. الامتحان مبدئيا وحش جدا، اللي بياخد المادة بالإنجليزي نص الترجمة بتاعت الامتحان غلط، يعني اللي هو مترجم من إنجليزي العربي نص الترجمة غلط، غير إن كان الوقت ما كفاش. يعني بنسبة كام نقدر نقول الامتحان ممكن طالب يعدي منه يعني؟ معرفش يعني ممكن بنسبة 70%. هو أكيد كان فيه أسئلة سهلة بس تلات أرباع الامتحان كان صعب ونص الترجمة بتاعت الامتحان من الإنجليزي العربي غلط. بس يعني مش أكتر من كده. ربنا يوفقك. الامتحان كان صعب شوية بس كويس حلو. قولي يعني الطالب المتوسط بنسبة كام يقدر يحل في الامتحان؟ الطالب المتوسط بنسبة 80%. والطالب المتفوق؟ الطالب المتفوق بنسبة حاجة و90. بالنسبة للوقت كان مناسب للأسئلة ولا الامتحان كان طويل؟ لا الوقت كان مناسب. الوقت مناسب. بس صعب شوية. صعب شوية. يعني هو بالنسبة للقوانين والحاجات دي يعني في حاجات أنت كنت مذاكرها ولا في حاجات اللي بتيجي حاجات مستخبية ولا يعني؟ كان في أسئلة كده وكده. يعني غير مباشرة في غير مباشرة. يعني الطالب المتوسط يقدر يعدي من الفيزياء يعني. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله في اللي جاي. يا إبراهيم. Thank you.